في لبنان أيضا وبمبادرة من جمعيات أهلية وعدد من نجوم الفن والإعلام أطلقت حملة دفا كحملة استباقية قبل حلول فصل الشتاء، وتهدف هذه الحملة إلى مساعدة المحتاجين في البلاد وتقديم الحد الأدنى من المستلزمات الأساسية لهم. مراسلنا ميثم قصير والتفاصيل. بشعار اللي ما بيلزمك بيلزمنا، لبى عشرات اللبنانيين الدعوة للمشاركة بحراك الخير وتقديم تبرعات عينية من ملابس ومواد غذائية وغيرها من المساعدات لأكثر من 10,000 عائلة فقيرة في لبنان. حنساعد الكل. اللبناني صار كتير فقير وكتير معتر، وجبنا نوقف حده، وجبنا نوقف حد اللي عايز أوقات رغيف أو حريم أو كنزة بغض النظر شو جنسيته. 16 واحد ماتوا بالسقيع سنة الماضي، هي مسؤوليتنا كلنا، مش انه وين الدولة. اكثر شيء بتسمع بروح الميكروفون عند اللبناني وين الدولة، خيي ما في دولة، بس نحن وين؟ نحن شو عم نعمل؟ دورنا كاعلاميين مش بس الحكي والكلام على الشاشات، لازم نحن كمان نساهم بانه يكون في توازن بهالمجتمع، وانه نوثق هالروابط نخليها تصير اقوى. كيف فينا نخليها تصير اقوى؟ انه نقرب الطبقات الاجتماعيه من بعض، انه يكون ما في حدا محتاج، مش مثل ما عم بيصير هالجاب الكبير بلبنان اللي عم بيكون في ناس كثير مرتاحين ماديا والباقي كله بيكون فقير ومحتاج. رسالتنا اللي بنضلنا بنحكي عنها وبنضل بنقول انه الاعلامي عنده رساله، بهيك محلات بتبين نكون موجودين، انه نساهم وما عم نساهم بشيء نربح فيه جميل، لانه على كل حال عندنا اغراض نحن مش عايزينها وما بتلزمنا، ما عليه اذا اعطيناها لناس بتلزمهم. ولكي يكون الدفع للجميع كما يوحي عنوان الحمله، سيتم تنظيم يوم مشابه لجمع التبرعات في 17 من كانون الثاني يناير المقبل لتقديم المساعده للمزيد من العائلات والتي يقدر عددها ب 7,000 عائله.